هي كان ثم إمكانية باش نقولوا راهو رئيس البلدية هو رئيس القائمة اللي تجي الأولى، احنا كنا باش نفرضوه بالقانون، بمعنى الناس حاسة أن الفكرة منطقية إلى درجة أنه أناوزي باش نحطوه كقانون. ولذلك حتى كما حطيناش كقانون تبقى فكرة مهمة أنه رئيس القائمة الأولى، وربما تكون قاعدة جيدة جدا أنه نتفق كأحزاب سياسية وقوى نقولوا أي سيدي كل البلديات باش نفوضوا الموضوع، كل من جاء القائمة الأولى يأخذ الرئاسة والاخرين ياخذوا نواب الرئيس وياخذوا كذا، توا نفضوها بسرعه وما نخلقوش برشا حزازيات في فراز الرئاسات، لا خاطر نحبوهم يقعدوا اصدقاء زملاء يخدموا بعضهم. الشيء الثاني هي امراه، والمراه دي عندها كارير بوليتيك، وانا ناكد لكم ان عانات من النظام السابق دون ان يكون لها غطاء حزبي مثلنا احنا معاناه شديده، انا هدت حتى يعني مستقبلها الاجتماعي ومستقبلها المهني ومستقبلها العلمي، فبالتالي دي امراه عندها مسار. ثم نحن باش نرسل رسالة للعالم مش كنهضة فقط، حتى كنداء تونس وكل من سيزكيها في رئاسة البلدية، أن إيماننا بدور المرأة مش مجرد شكليات بل هو إيمان عميق. ولذلك أنا أدعو أنه ما يصيرش برشا احتكاكات وحزازيات حول رئاستها للبلدية، ونرأسها للبلدية ونقول أن هذا إنجاز لكل أعضاء المجلس البلدي ومن وراهم أحزابهم أو المستقلين، ما هو شيء إنجاز لحركة النهضة فقط بل إنجاز للنهضة وللنداء ولكذا، لأنه معروف أن بدون النداء بدون الأصوات الأخرى التيار الديمقراطي ما تنجمش تمر. فبالتالي إذا كان مش نعدوها باش يكون هذا امتياز للجميع، ويكون اسم تونس في العالم أجمع أنه ثم عاصمة عربية تترأسها امرأة بانتخابات ديمقراطية. وأنا ذكروا لي اللي ثم حتى رئيسة بلدية باريس اتصلت بسعاد، يعني وهي متحرقة أن تصبح ثم عندها زميلة في تونس وتزورها سامحني لا ثم أنا نتابع نهاريت الكل، وخاصة البارح بعد الكلام اللي قاله سيد بسلامة اللي أنا مرة أخرى الرجل نعرفه واحترمه ونزهه، ما كانش يقصد تمييز بين المرأة والرجل وغير ذلك، أراد أن يدافع على مرشح حزبه وكذا. الحقيقة ثم أخلاقيات في العمل السياسي، وإحنا نعيش أزمة أخلاقية وأزمة قيمية بصراحة عيب به نسكروا البارونتاز ما عادش نحب نرجعوا له، لكن ثم بوليميك سي عبد اللطيف تحل الان في تونس، كان سوقهم نحبوا ولا نكروا بوليميك، ويبدو من خلال البوليميك انه الاتجاه العام الحقيقه راه فيه من خلال لي ريزو سوسيو اللي هما بارومتر نجموا نحسب نقيسوا به، ثم انتصار كبير الى ضروره انه المراه دي فازت وجدت الاولى في الانتخابات، وما ثم حتى شيء اعلى فوق من الصندوق. هذه واحد، واثنين احنا طول عمرنا معناتها نقولوا ان المراه والمراه وسيد الرئيس باش يورثها وباش ما ندري شنو، يا اخويا نكونوا كونسيكون مع بعضنا مع روا احنا، والمراه فازت بالصندوق. واكثر شيء سعاد عبد الرحيم هي مراه كفأة، بخلاف هذا الكل كفأة قادره على تسيير بلديه تونس، امراه معناتها كفأة ولها رجحت العقل ورجحت كل شيء ما يؤهلها لتتحمل هذه المسؤوليه. علاش البوليميك هذه؟ ومره اخرى كما قال سي عبد الرحيم وانا اتفق معه هنا انه نبعث رساله ايجابيه على تونس، بالحق عندها ارث حداثي، ارث في علاقه بالمراه وفي علاقه بالاسره وفي علاقه بالمجتمع، سي لوكازيون او جامي، اذا نفوتوها باش تكون مشكله كبيره ولازم نخرجوها من الصراع السياسي. انا مش نخسر في الانتخابات نربح بطريقه اخرى، لا يا سيدي في السياسه اجبي ثم غالب ومغلوب، خسرت اليوم في السياسه نمشي ونرجع اموري، وعندنا في عام ونص اخر تم استحقاق خام نربح فيه. طيب هذا رايي. طيب على كل انا في تقديري نكملوا في هذا، حركه النهضه اللي هي استثمرت في تهدئه الوضع السياسي في البلاد استثمرت كثيرا، ما تحبش انه يتوتر الوضع السياسي بسبب رئاسات البلديات، فمصح التعبير عقده بلديه تونس الحل ياتي من عند نداء تونس، ويكون بذلك يربح الفضل بانه يناصر المراه مهما كان موقعها سواء كان في حركه النهضه او مستقله. زدت صعبت عليهم برشا. لا, 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 لا 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 فعلا الحل ياتي من عندهم، لاني انا نعرف انه سي كمال يدير اللي انا اشتغلت معه، كان عندي شرف انه اشتغلنا مع بعضنا في وزاره الصحه الى ان خرج معنا بالروتريت، لا عنده الأخلاقية الكافية باش يقبل بالشيء هذا، بل عندي أنباء مروية أنه مش عامل منها رأس مال كبير سيد كمال يدير،
وبالتالي علاش نقول تحب اذا تراس البلديه ما تراسهاش في اطار مناكفات واحتكاكات واصطفافات، بل تتراسها في اطار عمليه تراضي كامله باش يكون الفريق واحد. خاطر سعاد عبد الرحيم كفاءه، ولكن مهما كانت كفاءتها اذا كان ما يكونش المجلس فيه موجه ايجابيه وديناميكيه واحده خلف رئيس البلديه بدرجه ينجحوا الكل مع بعضهم، ما في تقديري انها باش تنجم تسير البلديه بالسلاسه الكافيه، خاصه انه المواطن يحب يشوف الامباكت نتاع المجالس الحكم المحلي، يشوفوا خلال الأشهر الأولى يشوف أشياء بدأت معنا تتغير. ولذلك دعوتي أن يكون هذا انتصار لنا جميعا في مناصرة المرأة. سي عبد اللطيف سامحني أمين، نرجع الجوهر الموضوع، احنا الحقيقة ما خرجناش منه يعني كله على هامش تداعيات زلزال البلدية. رو عنده دلالة سياسية كبيرة معناتها الحاضرة. أول نهار أنا قلت بلدية تونس دلالة رمزية، يكفي الفوز فيها فقط. أنا هاتو نحكي سياسة ومحايد جدا وأتحمل مسؤوليتي. الفوز فوز رمزي سياسي تحقق، انتهى الموضوع. الفوز في رمزيته السياسية تحقق، ما حد من نجم نعمل أكروباسي وجنجيل وفي الهواء. الفوز في رمزيته السياسية تحقق، ونصور الناس فهموني واش نقصد به. سي عبد اللطيف نرجعوا للبلديات، كيفاش شريت النتائج وكيفاش شريت تونس نهار 5 ماي وتونس نهار 7 ماي؟ تونس نهار 5 ماي كانت واثقة ومتخوفة في نفس الوقت. إيش معناتها؟ يعني كانت واثقة أن المحطة ستنجح الانتخابات البلدية بإذن الله، ولكن كانت متخوفة من أن تكون النتائج تضرب مصداقية النظام السياسي ومصداقية الأحزاب إلى غير ذلك. لكن يوم 7 ماي أعتقد أن تونس كانت واثقة ومطمئنة، ولكن تحت ضغط الرسائل مش المشفرة الواضحة اللي بعثوها الناخبين. النتائج نسبة المشاركة اللي هي فاقت 35%، يعني خلت ثم مصداقية للنظام السياسي وللا مركزية وللحكم المحلي. السكور اللي جابته الأحزاب كذلك خلى المقولة أنه أساس الحياة السياسية هي الأحزاب، هذا كذلك يعني مهمة. أما الرسائل فأني نحس ثم تمنع من طرف الجميع في قراءة هذه الرسائل اللي يلزم قراءتها، لأنه الناس اللي انتخبت بعثت رسائل، والناس اللي ما انتخبتش احتجاجا عن وعي وعن موقف أرسلت كذلك يعني رسائل. وهذه الرسائل معني بها الجميع الأحزاب بما في ذلك حزبي وحزب نداء تونس، ومعني بها كذلك المستقلين اللي ترشحوا كذلك. طيب نمشيوا للنتائج توا، لأنه وقت اللي نرأوا النتائج طيب مهم جدا، وأنه حركة النهضة هي الحزب الأول في البلاد تليها نداء تونس، ولكن فما القائمة المستقلة اللي هي فوق نس الكل 32.27% هي القوائم المستقلة. ولكن في المضمون وقت اللي نشوفوا النتيجة هذه ونحلوها تنلقاو حركة النهضة خسرت برشا من القاعدة الانتخابية متاعها. هل الحكم يهري أو هل هذا سبب للتوافق مع حركة نداء تونس؟ أنا أعتقد أنه ثم ثلاثة أسباب رئيسية. أما ما السبب الرئيسي هو أنه الأول هو أنه الحكم يهري كما قلت، أنه ثم انتظارات شعبية كبيرة، ومهما قلت أن الشعب التونسي يعتبرك في الحكم وأنك ما حققت الشيء اللي كان ينتظر فيه، أمام عطالة في السياسة الاتصالية باش تبين للناس ضرورة الموائمة بين إمكانات الدولة والحكم وانتظارات المجتمع. أما السبب الثاني فإنه المس من محاولة المس من أرضية الثورة نقول، أو من أهداف الثورة. التوانسة اللي ناصروا نداء تونس ما يعنيش أن ناصروه وانتخبوه في 2014 ما يعنيش أنه يرجع لهم بوجوه النظام القديم، أو من خلال قانون المصالحة الاقتصادية، أو من خلال موضوع العدالة الاجتماعية. اللي نفس الشيء هذا ينعكس على حركة النهضة، القاعدة الصلبة لحركة النهضة كان فيها الناس ما صوتتش، وبالتالي النهضة اللي جابت 900,000 قريب المليون في 2014 الآن جابت مرابة 500,000، وفيه الناس اللي ما صوتوش لأنه يراوا أنه ربما الحركة في موضوع العدالة الانتقالية في قانون المصالحة فيه 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 لغير ذلك المسج. وثم سبب ثالث هو المتركاج من الأطراف اللي حبت الانتخابات البلدية ما تصيرش، أو حبتها تفشل وحبت تفقد النظام السياسي المصداقية متاعه، عملت متركاج كبير أساسه أنه كل شيء أكحل، ما ثم حتى شيء، ما ثم حتى أفق،
وبالتالي أرادت أن تحقق من خلال الانتخابات البلدية يعني إسقاط النظام السياسي وإسقاط الجمهورية الثانية، وهذا أعطى نتيجة، وأعطى نتيجة نقصت من 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 رصيد الناس اللي كانت تدعو للانتخابات البلدية ومتمسكة بالنظام السياسي الجديد. ولكن والحمد لله والحمد لله والحمد لله خيب ظن اللوبيات هذه والأطراف هذه، وهي الآن صامتة. أنا إلى حد الآن لم أسمع لها أي تعليق ويرد على النتائج، لأنها مصدومة بما تحقق في الانتخابات البلدية، أن النظام السياسي احتفظ بمصداقيته والأحزاب احتفظت بموقعها على أساس أنها هي يعني جوهر الحياة السياسية. طيب ما جاوبنيش لأنه نرجع مليح ونشوفه أنه تصريحات في قيادات حركة نداء تونس يقولوا يا أخي إلى جانب، خلينا ذاك الحكم هاري ذاك متفاهمين فيه الناس كل نعرف مليح فما الحكم الحقيقة في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكن في المقابل يقول لك يا أخي تهرينا من التحالف مع حركة النهضة وخسرنا قاعدة متاعنا جماهيرية أكثر من شطر في تحالفنا مع حركة النهضة. لو كان زادة لو كان هذا صحيحا اي مو ديما مو باش نحب ناخذ ما عندكم انتم في المات في الرياضيات في دوني ان كونتر اكزامبل باش تبين اللي القاعدة غير صحيحة. عبير موسى شو اسمه الحزب موسي شو اسمه الحزب الحزب الدستوري الحر الحزب الدستوري الحر حزب الحر لعبت بسوري. على يمين نداء تونس ومن بعيد كيفاش تتحالف مع النهضة وبل يقولوا باش يرجعوهم للحبوسات وكذا، ماذا حصدت؟ ماذا حصدت؟ لو كان هذا رغم اللي ما تقدمتش في الدوائر الكل، ولكن حزبها تقدم مليح على كل اولا ما تقدمتش في الدوائر الكل، هذا ديجا دليل. الحزب الدستوري الحر 1.38% قبل حركة تونس الإرادة، قبل حركة الشعب، قبل فريق تونس، لم تجني شيئا، لم تجني شيئا. هذا المهم بالنسبة لي أنا، والمنطق اللي أنت حكيت بيه أنه اللي بيش يمكن يحتاج بيه نداء تونس تبنيته عبير موسى وخاصة على أساسه الحملة الانتخابية ولم تجني شيئا. إذن وهذا يذك علاش أنه نقول من الدروس المستخلصة يزي من المتاجرة في الإيديولوجيا. أنت حزب سياسي من حقك عندك الإيديولوجيا من حقك، لأن إحدى أدوات البرمجة والاستشراف هي الإيديولوجيا، كما الاستاتستيك، كما سبر الآراء، كما القواعد الاقتصادية وإلى غير ذلك. أما مش من حقك تقدم في برامجك الإيديولوجية، لا لا لا، أعطيني برامجك. ولذلك اليوم يزي من صراع الإيديولوجي. اليوم كل ما هو ثقافي فكري، أنا كحزب عندي إيديولوجي، الإيديولوجي متاعي بث عبر منابر ثقافية، عبر تكوين الكوادر متاعي، عبر كتب نصدرها، عبر كذا. أما صراعي السياسي مع الأطراف الأخرى يكون عبر برامج تكون فيها background معناها من لوطة من تالي ايديولوجيا، مثلا في المؤسسات العمومية إذا كان أنا اشتراكي ونحب الاقتصاد الاجتماعي من كذا من ما نسلمش في المؤسسات هذه. ولذلك أنا في تقديري إذا كان نداء تونس يفهم الفهم هذا فأعتقد أنه فهم الدرس بالمقلوب. طبعا بعد نرجع لك نفس السؤال بعد شوي مثال شاد خانشي معسي مضروري ما حابش يجاوبني. لا أنا تقريبا في نفسي أنا باش نرجع لك للنهضة، خلينا نحكوا على حاجة هو يجاوب خاصة سي عبد اللطيف. حركة النهضة في الحملة الانتخابية أنا تابعتها بالباهي، كانت حملة انتخابية الحقيقة أكثر جرأة من بقية الحملات حتى من حملة نداء تونس. في الحملة الانتخابية ريت حركة النهضة قدمت عرض أوفر انتخابي لقاعدة ما يسمى بالأحزاب الديمقراطية والتقدمية وكل شيء، وحاولت تتوجه رصيدها مثلا في المرأة وغير ذلك، وعطت حتى قائمات رأسطها نساء ما نحبش نقول متبرجات، أنا ما ملبسوش العجاب وسروالها مقطعة بين هذين نقولوا في الكلام هذا مش ضد المرأة. فخسرت الأوفر اللي عطته للآخر جعلها تخسر جزء مهم جدا من قاعدتها الصلبة المحافظة والمتدينة. لا أتصور أن هذا الاعتبار. أنا أقول لك وأنا معناتها سامحني جاي يقلل في مشية الحمام زي مشيته. أنا أقول لك هذا بعيد شوي على الواقع، لأني غارق دائما في اجتماعات النهضة وأبناء النهضة وقواعد النهضة ودائما نطلق الموجات متاعهم. لا بالعكس، احنا دائما خدمنا مع النساء مهما كان المفيد تكون شخصية محترمة مهما تلبس موضة ولا تلبس كذا، بنت عصرها وبنت وقتها، وأكيد لو تفوز بمنطق مقعد في رئاسة بلدية أو غيرها باش تغير سلوكها، لأن مش تولي ينفهم ببليك معناها مش تشرف على الحياة العامة وتشارك فيها، فبالتالي ما نحسبوهاش أنها تلبس موضة وما تلبسش موضة. ولكن فما اختيارات الحقيقة، فما اختيارات اللي هي زادة كانت اختيارات. لا يبدو سامحني أمير، سامحني سي عبد اللطيف ظهر لي ما فهمتش السؤال. لا فهمت. قلت لك مشيت وعملت أوفر انتخابي بالعكس لناس جدد
بالعكس لكن خسرتوا نتاعكم. لا بالعكس اولادنا اللي ابناء النهضه اللي نسموهم خسرناهم او ما صوتوش وما شاركوش في الحملات الانتخابيه اسباب غضبهم اعمق، وانا ادعو القياده انها تتحاور وتشوف الاسباب وحتى تعمل سبر اراده. شنو الاسباب؟ الاسباب الاعمق اعتقد اداره ملف العداله الانتقاليه، قانون المصالحه الاقتصاديه، هيمنه راس وحيد على الحركه، قضيه هذا لا ناكد لك انه الحركه خاضت الانتخابات البلديه بشكل موحد غير مسبوق. فهمني، الوضع الداخلي للحركه الاختلاف حول ملفات لم يؤثر، انما الخط السياسي العام قضيه اداره الوفاق مع النداء، التعيينات، لأنه ثم برشة تعيينات الناس شافوا ممارسات متاع التجمع ترجع وشافوا إلى غير وشخوص متاع التجمع معناها ترجع، هذا الكل تراكم. وسمحني تعبت السياسيين لاحظنا اللحظة حركة النهضة، سمحني في الكلمة وما نقصدش بها كلمة خايبة باش حتى اللي يسمعوا فينا، الحقيقة تم ابتزازكم أكثر من هذا، وكنتم سيدي إلى درجة نمشوا ونقولوا يا ودي لا يهمك توي وافقوا. ولذلك أنا أقول من الدروس المستخلصة يلزم إدارة الوفاق إذا ما زال موجود، لأنه نداء تونس أصدر بيان قال أنا ما عادش معني بالموضوع بأكثر عقلانية، بأكثر عقلانية وبأكثر احترام لحركة النهضة وأبناء حركة النهضة. أعتقد أنه درس مشترك أنه الرأي العام يرى أنه تم المس من أرضية الثورة وأهداف الثورة، واحد قاد ذلك وواحد تساوق أو أجبر أو ابتز في هذا الاتجاه. هذا الاستنتاج الحقيقي، مش الاستنتاج الآخر اللي كنا نتحدث عليه أنه نتيجة التحالف مع حركة النهضة. سي عبد اللطيف، هذا نقول لك الفوز الانتخابي في البلدية تاع 2000 الأخرانية فرض في الواقع، حبينا ونكرهنا، واقع سياسي جديد معناتها باش يأثر على الوفاق حتى لو استمر، وباش يعطي معطى جديد في الحياة السياسية. لا أتصور ولا أدعو إلى ذلك، أنا أدعو إلى ترفق بالبلاد، وأن الوضع السياسي يقع معالجته بصورة كما قلت أكثر جدوى وأكثر قرب من عقلية الثورة، هذا المطلوب. إلى انتخابات 2019 فإنها قادمة، انتخابات هذه وخليه هي لا تحكم على الوضع السياسي. إحنا الآن ترشحنا على برامج معناها محلية وجهوية، صحيح أنه كما ذكرت ثم دلالة سياسية البعض في الغرب وفي أوروبا يتكاو عليها أو ينطلقوا منها باش يعملوا انتخابات سابقة لأوانا، لكن بالنسبة لبلادنا أعتقد أنه نواصل بنفس الأسلوب مع تعديل إدارة الوفاق باتجاه الاقتراب أكثر من أهداف الثورة، باتجاه التركيز على الأجندة التنموية، وإن كان الوقت لم يبقى إلا 15 أو 16 معنا شهر، وهي جاية انتخابات 2019. لكن سمحني سي عبد اللطيف، أنا ما نوافقش في السياسة في العلوم السياسية، هذا على الأقل أنا ما نعملش سياسة ممارسة، لكن كقراءات وتحليل بعد ما حصل هو فرز سياسي مهم جدا، حتى وإن كان استحقاق محلي رو، إنما عنده دلالات وطنية. نعطيك إحنا في تونس أمين خضنا هذا الاستحقاق بالرغم محلي، لكن خضناه بعقلية استحقاق وطني طبعا، لذلك ثم معطى جديد في الأرض. والناخب ما نتصورش أنه انتخب على أساس البرامج المحلية المقدمة. طبعا هي شنو تداعياته على المستوى الوطني؟ أنا نقول الرسالة نهضة النداء للناس اللي موجودين في الحكم يقتربوا أكثر من أرضية الثورة، مش لعب في التعيينات، في التعيينات، في الاعتناء بالمسألة سعبتي. لا أو أتنقل لك لا الثورة في العدالة الانتقالية الحقيقة استحققت الثورة هذه، والكلمة هولامية مع احترامي لك سي عبد اللطيف. لا أتنقل نرجع لك إلى درجة أنه ما عادش هناك حديث حتى اصلا عن الثوره. اسمعني خلينا نقول لك اترك في ميساج وجاوبني باش تقول وتدافع على نفسك وتقول واش تحب، لكن ما تراش انه غدوك باش يجتمع لجنه وثيقه قرطاج وبعد لصاغه البرامج الاقتصاديه وعلى الاقل البرامج الاوليه الاقتصاديه والاجتماعيه باش يدخلوا في الملف الصحيح اللي هو السياسي اللي هو مستقبل الحكومه الحاليه، كيف تنظرون الى مستقبل استمرار الحكومه الحاليه والوضع الحكومي الحالي على ضوء نتائج بلديات 2018؟ يعني مازال ما ثماشي رأي واضح ومشكل، ما عدا المبدأ اللي ننظر في الموضوع بعد الانتخابات البلدية، وقد جاءت الانتخابات البلدية. أعتقد أنه سندخل ملف التغيير الحكومي وكل طرف معناها يقدم التبريرات نتاعه ويقدم معناها التوضيحات، ولابد أن يكون الفريق الحكومي قادر على أن ينفذ الحد الأدنى من اتفاقية معناها كارتاج،
وبالتأكيد أن مجلس الشورى هو الذي سيجتمع ويحدد سياسات الحركة في هذا المجال. الحقيقة احنا عندما دعينا إلى التأجيل أجلنا شكلا ومضمونا. هل ستكون هنالك مراجعات في حركة النهضة بعد نتائج انتخابات البلدية؟ لأن المشهد السياسي لليوم التول حتى عند الأحزاب السياسية، حتى في وسط حركة النهضة، حتى في وسط حركة نيدا تونس، ما زالت ما هيش واضحة. أي مستقبل للمشهد السياسي؟ الكل يتساءل شنو اللي بيجي يصير من بعد. الأحزاب السياسية اللي طلعت بما نسمع مثلا التيار الديمقراطي يقول لن نتحالف مع حركة النهضة وحركة نداء تونس، قيادات في حركة نداء تونس تدعو وتقول ومانيش باش نتحالفوا مع حركة النهضة، فما اللي يقول منهم زادة انه عندنا 100 قائمة مستقلة وغيره والكلام هذا الكل، والعائلة الدستورية اللي قريبة منا والعائلة اللي تشبه لنا، كيفاش باش تكون الأيامات القادمة؟ دخلتوا في مفاوضات ولا لا؟ تفضل. ما زال ما ثماش مفاوضات بالمعنى التام للكلمة، لكن بالنسبة للحركة نتاعنا نعتبر أنه هذا شأن محلي خالص. مش معناتها مش باش تعاملوا معه على المستوى الوطني؟ شأن محلي خالص، أعتقد أنه مكاتبنا المحلية تتفاوض، وإذا ثم إشكالات كبيرة نجم تحيلها إلى المكاتب الجهوية أو حتى المكتب التنفيذي. صورتنا الأمور وكأنها بسيطة. هذا قرارنا لأنه هذا شأن محلي، حتى التيار الديمقراطي مع احترامي له هو متبني استراتيجية التمايز عن هذا وهذا كاستراتيجية انتخابية وجابت له نتيجة وما حبش يقول تخليت عليه. لكن واقعين انت راك ماكش برلمان، مجلس الحكم المحلي ماهوش برلمان باش تستمر في المعارضة، هذا مجلس حكم محلي لازمك تحكم معه. كيفاش باش تحكم معه؟ باش تكون انت تاخذ رئاسة لجنة وباش تكون اعضاء في لجنة وباش كيف باش يتم بالتوافق مع بالاتفاق مع الناس الاخرين. قال لك انا ما يقلقنيش حتى كي ما نشدش رئيس بلدي، ما يقلقنيش. المهم مال علاش داخل ماكش تشد لجنة من اللجان، مال شنو مش تشد ومش تكون عضو في لجنة من اللجان باش تعطي رايك باش تتحط ملفات باش تتكلف بملف الحلال. هذا مجلس حكم مش مجلس تنظير، هذا مجلس حكم ليس مجلس تنظير. لأنك أنت بيدك كتيار ديمقراطي ولا غيره في نهاية المندا يقول لك احنا انتخبناك على برنامج حققت منه، أنت بضروري الآن باش تعمل شوية أولويات في برنامج، تقول يا أخوي أنا على الأقل نحقق النقطة هذه وهذه من برنامجي على قدر جهدي وموجودي في المكتب المحلي. هذا مكتب تنفيذي، مجلس الحكم المحلي يقرر وينفذ. ونخرجوا عنوان سي عبد اللطيف وتوافقني ولا لا سي منذر، ناخذ ماخذنا احنا معناها لازم نسرق العناوين باش نهبطوها في سيتو غير ولا في عمدة الصحف. حركة النهضة ستتعامل مع البلديات معناها كلنا على حدة، ولا المكتب الوطني او على مستوى الوطني لن تتدخل حركة النهضة في البلديات؟ الا اذا في اشكالات يكون اشكاليات. لا كما شكلنا القائمات البلدية، كما شكلناها القائمات البلدية بهذه الطريقة، المكتب المحلي هو اللي شكلها ويعرضها على المكتب التنفيذي ويوافق عليها، وإذا ثم إشكالية يناقشها المكتب التنفيذي باش يعاونهم. نفس الشيء أعتقد أنه أمام هذه الموجهات المكاتب المحلية تتصرف، والعشية في الكاف هاو باش ينعقد مجلس جهوي اللي يدرس الموضوع باستقلالية. سي منذر نستدعاك أنا مادام هو جبد على الكاف، الحقيقة أنا محضرها قدامي هوني الكاف، وباش نرجع معناتها بين 2014 وبين 2018 وقت اللي نشوفوا حركة النهضة نعرفوا مليح اللي معناتها كان عندها وجود في الكاف. وانت همك سي عبد اللطيف نشوفوا النتائج الحقيقة مفاجأة، هل فاجأتكم النتائج اللي في الكاف كحركة النهضة ولا لا؟ هاي سيدي نبدأ سقيت سيدي يوسف اللي هي تعتبر حركة النهضة اللي جات فيها الأولى بسبعة مقاعد، تجي بعدها النداء وجي بعدها قائمة الوفاء. نمشيو للكاف، في الكاف في وسط الكاف سنتر تسع حركة نداء تونس، حركة النهضة اللي هي بخمسة مقاعد، القلعة الجردة ولا القلعة الخصبة كيفاش يقولوها؟ القلعة الخصبة. الخصبة هي سي راهي جردة مش من الجردة، هي الجردة الجردة جردة هي جردة لأن وقت فيها الفوسفات ووقت الاستعمار كانت أن فري جردة جردة نقولوا جردة اي جردة مش معناتها غير نقولوا جردة القلعة الجردة في القلعة الجردة جردة حركة النهضة اللي هي الحقيقة جابت كان زوز مقاعد فقط في بهرة كيف يدور لي حتى حركة النهضة ما كانتش موجودة تقريبا في اغلب الدوائر في الكيف تراجع حركة النهضة شو تفسر؟ لا ابدا العكس، يعني تجي تشوف نداء تونس في 2014 في الانتخابات التشريعية جاب ثلاث مرات قد حركة النهضة في ولاية الكاف. أنا
الان شنو السر يتسائلوا ديما حتى في الشمال الغربي كله الشمال الغربي يتسائل معناتها يتسائل وانه يقولوا انه القاعده الشعبيه ممكن الاقرب لحركه النهضه هما اون برينسيب الشمال الغربي يقولوا حتى تنشوفوا المشروع شيء في سوق السبت مثلا الحقيقه مفارقه عجيبه حتى نتصور حتى حركه نداء تونس حركه مشروع تونس ما ينجموش يتصوروا انه في سوق السبت في جندوبة ينجموا يجيبوا 8 مقاعد. طيب ماذا بينا ناخذ التفسير اذا عندكم ياسر؟ لا لا تفسير والله انا بيدي ما عنديش تفسير واضح غير ربما ولم نوفق في العمل المناسب وفي ابلاغ الرسائل المناسبه. اما بالنسبه لولايه الكاف حركه النهضه تحسنت كثيرا مقارنه بنتائج 2014. هذا التحسن المفاجأة متاعه جزئية لأنه كنا منتظرين ذلك التحسن. ثم مكاتب محلية لحركة النهضة اشتغلت على المواضيع التنموية بشكل جيد جدا وكان منتظر أن يتحسن السكور متاعنا. قد الكم هو اللي فاجأنا مش التحسن معناه في حد ذاته. فحركة النهضة في 6 أو 7 بلديات في ولاية الكاف على 13 يعني لولا هو حتى وان حصل سامحني سي عبد اللطيف حتى وان حصل تقدم فانه الاغلبيه ما زالت لنداء تونس في الشمال الغربي ولايات كيف جندوبه وحتى في ولايه القصرين. انا البارح كنت نشوف في الارقام اللي قدامي في ولايه القصرين معناتها التقدم مش لحركه النهضه في الولايه ككل نقص. هو معناتها يبدو سامحني يبدو انه المشهد اللي نتاع 2014 تقريبا تعاود في 2000 في الانتخابات الأخيرة البلدية. معناتها الجنوب مشى معاكم معقلكم التقليدية معناتها بعض المدن معناتها أهم فوز في تقديري لحركة النهضة حصل في بلدية تونس لأن بالحق ذاك فوز عنده دلالة معنوية وسياسية على ذاك أحدث زلزال في كثير من مدن الساحل لا. لا لا في كثير من مدن في سفاقس واحد تقريبا في كثير من مدن الساحل في كثير من مدن الجنوب حتى بعض مدن الشمال الغربي فما نتائج إيجابية معناها لحركة النهضة وهذا هو الوضع الطبيعي لأنه كي تجي تشوف الساحل مثلا ساحل من أكثر الجهات اللي ساهمت في تأسيس حركة النهضة يعني جهة الساحل كما جهة الجنوب كما إلى غير ذلك. فبالتالي النتائج هذه رجعت الأمور إلى وضعها الطبيعي لأنه سنة 2014 كانت ثم سحب كثيفة كثيفة جدا من الدعاية المضادة لحركة النهضة ومن الأمل المضخم في نداء تونس. اليوم الناس سقيعة على الأرض. يبدو أنه سي عبد اللطيف نحب نرجع بك قلت قبيلة خلوها نرجعوا لها لحكاية مستقبل التوافق. التوافق الذي حاكم البلاد من 2014 إلى حد الآن 3.5 سنين توافق حاكم البلاد الحقيقة باش نكونوا ما نكونوش عادمين ونكونوا موضوعيين وحياديين. هذا التوافق نجح في ضمان حد أدنى من الاستقرار السياسي جنب البلاد ممكن الانزلاق إلى بعض مظاهر اللا استقرار لكن منجزه الاقتصادي والاجتماعي كان صفر وأقل من صفر مش صفر لأن مش ظلمتم برشا بصفر لا هو باش يدافع نسأل فيه نسأله برا لكن اليوم هذا التوافق أي مصير له وخاصة أنه نداء تونس حركة النهضة رشد الغنوشي خرج وقال إحنا متمسكون باستمرار التوافق. في المقابل نداء تونس تصريحات الأولية يقولوا لا باش نفكوا الارتباط وأنه ثم واحد قيادي قالها لي أنا قال لي باش نعملوا تحرير المبادرة ونترك لكل مجلس بلدي أنه قرر وأنه الأرجح والماشيين فيه أنه باش نفكوا الارتباط مع حركة النهضة ونعيد بناء الحزب في علاقة باستحقاق 2019. على كل كما قلت لك ويبدو أنه البعض ما زالوا تحت صدمة النتائج معناه والفيديو اللي خرج نهار الانتخاب يعني في العشية معناه هو جزء من الـ اما كان عنده تاثير كبير هذاك زاد شعور هذايا ام سي عبد اللطيف الفيديو هذاك عنده تاثير كبير في الناس اللي مشات انتخبت في العشية هذه بتقارير موجودة وأنه في دوائر العاصمة مثلا في المنارات وغيره فما برشا تحركوا نداوني في المدن خاصة في المدن خاصة نداوني ده هلا كل احنا نترك نخليه لزيت تقوم بخدمتها. هو أما خطأ انتخابي كبير خروج عن الصمت الانتخابي وإحنا نقوله مع الناس إحنا صحفيين عن الحق مش فاعلين. هو خطأ انتخابي خروج عن الصمت الانتخابي وننتظر لزين شنو باش نعمل فيه بالضبط. وبالتالي نرجع نقول أنه الاستنتاجات الحقيقية هي غير ذلك. اللي مازال يتصور بالإيديولوجيا وأنا راني حداثي باش يتاجر بالحداثة وكذا وكذا أعتقد أنه هذا خط مفلس وكمان يبني مشروعه على خط زلزالي. تعطيني البرامج وعطيني المصداقية
انت كيف تتعين مسؤولين معناها انضاف ومسؤولين مقتدرين ومسؤولين يملاوا العين، راهو هذا يعطي المصداقيه. فهمني، راهو ينجم المواطن في بلديه الحنشه ولا في بلديه المزونه يقيم نداء تونس او النهضه من خلال معتمدة عين. فهمني، ولذلك اعتقد انه الاستنتاجات لازم تمشي امام تمشي باتجاه هل عيننا مسؤولين اكفاء ولا لا، هل عيننا مسؤولين نزهاء ام لا، هل بنا في ثوب المدافع عن الحريه الحقيقيه واللي يحب يبعد تونس على الاستبداد. سي عبد الكريم بربي، سي عبد الكريم سامحني باش نقص عليك، جاوبني يا سي عبد الكريم، الناس يسمعوا. سالتك مستقبل التوافق على ضوء التصريحات الاوليه بعد النتائج في لحد الفين. التوافق حاجه رضائيه، حاجه رضائيه، يعني تم بين زوز ولا ثلاثه اطراف معناها راضين، ما ثماش طرف باش يفرض على طرف اخر. مش بالغصب. حركه النهضه تقول البلاد تقتضي العمل المشترك مع النداء ولا مع غير النداء، هذا في ثقافتها السياسيه وفي منهجيتها السياسيه. هم يقولوا لا يتحملوا معناها مسؤوليه اقوالهم، اما ما نحبش انا انه الفوق نقول ما ثماش وفاق وتحت الطاوله نقول ها تو ثم وفاق، اعطيني باسم الوفاق. اي معناتها تحب تقول اللي سامحني، معناتها تحب تقول اللي ثم تو تحت الطاوله حديث عن ربما البعض يتصور انه لا 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 سي عبد الكريم، قلنا خلينا نفكوا منه ثم تحت الطاوله. انا مانيش في المكتب التنفيذي للحركه، معناها اي لكن ثم بوادر على هذا، ثم بوادر على هذا، ثم حوارات داخليه، ثم بوادر على هذا، اما ثم وفاق، اما ثم وفاق ونخدموا تجاهه وما يسالش انا ندفع 10% زايدين من اجل كذا، واذا ما ثماش وفاق وما تقوليش تحت الطاوله ثم وفاق. هذا اللي يلزم يسود لانه يدعم الحياه السياسيه، ولازم تكون عندنا الشجاعه الكامله باش نستنتجوا الاستنتاجات الخاصه. هنا ثم اما وقت الاستنتاجات الحقيقيه وتلقي الرسائل الحقيقيه ولا وقت الهروب الى الامام. سي عبد الكريم انا باش نستعيد كلمه الاستاذ نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العمدوسي للشغل، الخطوط الحمراء، هل هناك خطوط حمراء في التوافق مثلا رئاسه بلديه تونس، هل هي خط احمر؟ لا اقول خط احمر، لانه اللي يقول خط احمر انا بالنسبه لي شخصيا مهم جدا انه تاخذها الاخت سعاد عبد الرحيم، ولكن اللي يقول خط احمر يعني يعمل في تصعيد نفسي، والتصعيد النفسي في ممارسه العمل السياسي ماهوش به. نحن ماذا بينا نسهل على زملائنا في نداء تونس القرارات، وهم يسهلوا داخل حركه النهضه اتخاذ القرارات الصعبه، اما باش نقولوا خط احمر وخط احمر باش نولوا شان فايونس والبلاد ما تقدمش، وندفع اكثر ما يمكن من الجهد السياسي والمالي في تنظيم انتخابات بلديه، ثم بعد ذلك تقعد مجالس بلديه مشلوله، هذا ما يليقش. هي اصلا المجالس البلديه بالقانون الانتخابي باش تطلع مجالس، هي طلعت مش باش تطلع مجالس مزيك برشا، وقت تشوف الصراع بدا حول رئاستها وبعد بتوزيع المعد الحقيقه تنتظر هذه المجالس صعوبات كبيره جدا. سيحة انا انتظر، شوف انا كي شفت دورت في ولايه الكاف بعض المعتمديات وشفت الناس الناجحين وشفت قائمات مستقله وشفت كذا، هم في النهايه اولاد مدينه واحده كل يوم مع بعضهم في الفضاءات العامة، المدرسة والشغل والكياس والمرشي وكذا، ليس لهم من خيار سوى توافق بعضهم والخدمة مع بعضهم باش بعد يقولوا فولا احنا أنجزنا. المجتمع لن يقترب منهم إذا كان بيشوفهم كلهم يتعاركوا كذا كذا، ففي تقديري سيعملون مع بعضهم، وستكون كما قال شو اسمه أظن ألان دو توكفي، يعني البلدية بالنسبة للديمقراطية كالمدرسة بالنسبة للكادر اللي باش اليوم ناس مختلفين مع بعضهم ولكن باش يخدموا مع بعضهم يوميا، وباش مضطرين باش إلى رونديس لي زونغل وباش يحترموا بعضهم وباش ما يستفزوش بعضهم. وسترى هذه الانتخابات البلدية بغض الطرف عن بعدها المحلي ستكون دفعة قوية للحياة السياسية مستقبلا. مجلة الجماعات المحلية باش تسهل الأمور عليهم، وإلا التطبيق نتاعها باش يقعد كيما الدستور نتاعنا، دستور وكأنه الحقيقة حتى حد ما نجم يتزايد على الدستور نتاعنا، يشهد له كل العالم، ولكن كي نجي نشوفوا على أرض الواقع الحقيقة معناتها فما جزء كبير من الدستور ما نجموش نطبقوه بالموجود. كيف كيف مجلة الجماعات المحلية تقريبا كل الخبراء يقولوا حتى في العالم البرة وأنه يشيدوا بهذه المجلة، 90% منها خارق للعادة، ولكن على ارض الواقع يظهر الامور. سي عبد الطيب سامحني هنا باش نجاوب فرد مره، البيدجي نتاعها برك نتاع البلديه هو من المركز يجي، اذا كان ما يصب ليش انا مثلا نحب سامحني نحط العجله في العصا من المركز ما يصبش البلديه باش تحط العصا في العجله، مثال بالك ماكش متعود بحط العصا في العجله بدرجه جبتها غلط. ان شاء الله ما يقعش هذا يعني. لا, لا لا المجله تحوطت لكل ذلك باش ما تكونش البلديات ضحيه لربما اختلاف حكومي معها،
ثم أنا نقول إحنا بدينا مسار اللامركزية بدأ بالانتخابات البلدية وبالمجلة. التقديرات تقول أنه إرسال اللامركزية النهائية كما تنص عليه المجلة يتطلب من 10 إلى 15 سنة، بالتالي تبدأ البلدية بما هو واضح من صلاحيات الآن، وبشوية وبشوية ندرجه مع بعضنا إن شاء الله. ما تنساوش أنه ثم مجالس جهوية يجب أن تتخبوا، مجالس إقليمية إلى غير ذلك. فنقول البلدية اليوم تتولى المهام الأولى متاع اللي هي النظافة، اللي هي الرخص، اللي هي الفضاءات العامة، اللي هي الإنارة، اللي هي كذا، ثم تبدأ بشوية بشوية تضيف إلى صلاحياتها شيئا فشيئا. إذا كان نقوله نرسيه اللامركزية في 10 سنين، أعتقد أنها بطولة هذه كبيرة ياسر إن شاء الله. هذا ما نتمناه الحقيقة، لأنه بلادنا تلزم أنه يطلب من الناس الكل أنه تتكاتف على كل في الحالات الكل. فما الانتخابات البلدية اللي صارت في بلادنا هي إنجاز. أي هو الاستمرار مسار الانتقال الديمقراطي برغم الهنات كثيرة مش إنجاز، أكثر من إنجاز، لأنه في الواقع نشوفه على يميننا وعلى يسارنا عودة الاستبداد والعسكر في مصر، حرب أهلية في سوريا، حرب أهلية في ليبيا، معناتها في تونس النخبة السياسية الحقيقة، نقول كل النخبة السياسية بدون استثناء، وخاصة النخبة اللي هي تحكم، لأن اللي تحكم تصنع تأخذ القرار، معناتها نجحت الحقيقة في تأمين استمرار مسار الانتقال الديمقراطي، وهذا مهم جدا. صحيح البيلان قلت لكم قبل أقل من الصفر اقتصاديا واجتماعيا، وما زلت مصر. أنا اليوم سمحني سي عبد اللطيف الافتتاحية بتاعي كتبت السردينة والسياسي، اليوم كيلو السردينة تبيع ما بين 6 و 8 آلاف، معناتها راهو المواطن داخلنا كبيره اللاتش اسمها سردينة اخويا، سمعني اسمها سردينة، انا باصلي من قصرين ما نعرفش بالحوت كان سردينة، ما نفهمش ولا حاجه الاخرى. يا رسول الله ما كانش وصلنا، ما كانش وصلنا سردينة نشدوا صف. اسمع شو نقول لك سي عبد اللطيف، نكته دي للمزح، كي نمشوا لل اخويا هنا تو تونس، بعد دخلنا لتونس مدني اعطيني سردينة منه وسردينة منه وسردينة منه، خاطر ما نعرفش لا اما اسمع اما راهو عندهم في بلا في براش ملاق عندهم راهو حوت بنين راهو انا حوت اما مربي لا برج ملك مش مربي. شوف انا ما نوافقكش، انا نوافقك اللي الوضع الاقتصادي لم يقع الاهتمام به، وكان ترجع الحوارات كلها من 2015 منذ السيد الحبيب السيد، وانا نقول لازم اداره الوفاق تكون اجندتها تنمويه اقتصاديه، للاسف الان ادركوا ذلك، لكن النتيجة ليست صفرا. ونقول قبل كانت أولويتنا تأمين البلاد، بناء النظام السياسي البلاد، مواجهة الطلبات الاجتماعية العاجلة، المرة القادمة يجب أن يكون أولوياتنا الاستمرار في حفظ أمن البلاد إلى غير ذلك، ولكن المنوال التنموي، المسألة التنموية، المسألة الاقتصادية، باش المواطن إلى أدير ديفينيتيف مال الديمقراطية، لأنه عندما يشوف ثمرتها فكالسعر المرفوع على صندوق الغلة أو صندوق الخضرة وفي شهريته وفي تعليم أبنائه، في تقديري باش يؤمن إيمان نهائي بالديمقراطية. سي عبد اللطيف آخر سؤال، مصير حكومة يوسف الشاهد على ضوء وثيقة كارتاج اللي جمعة جاية تقريبا مش تجتمع حقها يجتمع ده من تم تأجيل لأسباب، مصير هذه الحكومة يوسف الشاهد وحكومتي على ضوء وثيقة كارتاج وعلى ضوء أيضا موقف الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو موقف لافت وعنده رؤية معينة، وعلى ضوء نتائج الانتخابات اللي تروى بارامتر هنا، كيف باش يحدوا غدويك كي نقعدوا على الطاولة يقعدوا هما جمعة رؤساء وثيقة كارتاج شنو باش يقر؟ سيعاد الحديث منذ البداية ومصيرها سيتحدد بالحوار. أنا في تقديري مصيرها سيتحدد بالحوار. سيعبتي ما شفتنيش حد شنو جوكتش، لأنه ما ثماش إجابة، لأنه فعلا ما ثماش إجابة. لما النهضة عندها موقف، الآن الاتحاد السبري عنده موقف، ولا النداء عنده موقف، لانه ما ثماش اجابه، ما نجمش نجاوبك اجابه غلط. ما ينجمش. لا انت في تقديرك مش ليس اجابه لا تلزمك كسياسي كمتابع للشان. مع كرونيكور معاه. كرونيكور كيف انا؟ صحيح انا نخلص انت ما تخلصش. تصور معنا باهي سيدي نحيي الكاسكيت تاع السياسي. كل شيء وارد، كل شيء وارد، رغم اللي تحيي لي سيفتي كسياسي شبقى فيا معناها. لا ظرفيه. كاب لاسره. لا احنا كطبيب معناها. باش نحو الصفه لمده ثواني يا سيدي. اعتقد انه كل شيء وارد، لكن ماذا بينا نسبة عالية من الاستقرار أو كل شيء وارد نفهم منها برشا حاجات. نسبة عالية من الاستقرار، لأنه يبدو أن الموقف من حركة النهضة هو تغيير جزئي على الحكومة مع الابقاء على رئيسها. على كل هذا ما انكروش، هو انت تحكي وما انكروش، دونك خلي الامور كيف ما كيك. اسم الله عليك صاحب الشيخ كما قال عادل امام لا بكح. شكرا لك بارك الله فيك سي عبد اللطيف المكي نائب مجلس النواب الشعب عن حركه النهضه على حضورك معنا. سي منذر بارك الله فيك، غدوه بشورب ولا باش تجيب حديث غدوه؟ بحول الله، بحول الله، اي كان خلينا ربي حي متينا معاك اي باهي غدوه ان شاء الله نلقاكم هنا كالعاده في برايم تايم معنا جيان بن عبد الله.
6 حتى ل 9 ميدي ماد إيمان المداحي ومنظر بديه في غدوة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. خليكم مع آخر الأخبار. بنت السمعة القادمة لنا تحية كل من شكون تراه على ذي على يلتحق بالمجموعة. أحمد المناري كان معكم زادة في ديجيتال، حبيب في الأخراج، سهيلة في الأخبار. إلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله.